بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده شكل الشارع الرئيسي اللي بتبص عليه الشقة بتاعت النهاردة. ده شارع رئيسي عرضه 30 متر. ده كده شكل العمارة من بره. العمارة يا جماعة 14 دور، بتبص على شارعين، شارع ال 30 متر اللي احنا شفناه، وشارع جانبي كمان عرضه 10 متر. هنا كده بيجي لنا شكل المدخل بتاع العمارة. ده كده ما شاء الله مدخل شيك جدا. ده كده شكل المدخل، ده كده شكل السقف بتاعه، وفي عندنا في الجنب السياج ده عشان لو في حد مثلا بكرسي بعجل او حد طالع بترولي او حاجة يطلع من السياج ده. بعد الكام سلمة دول بقى كده ما بنطلعهم بيجي لنا اتنين اسانسير. ده كده الاسانسير الاولاني، وهنا في الجنب هنا الاسانسير التاني، وده كده شكل المدخل بتاع العمارة بتاعت النهاردة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة مساحتها 180 متر. أول حاجة بيجي لنا كده باب حماية حديد على باب الشقة. بعد كده بيجي لنا باب الشقة الخشب. نبدأ نخش بقى برجلنا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. على الشمال كده بيجي لنا الريسبشن وحمام الضيوف، وعلى اليمين بيجي لنا الغرف والمطبخ والحمام التاني الكبير طالع بمستوى تاني درجتين سلم. الشقه يا جماعه دي من الشقق اللي تبقى تقسيمتها جميله جدا، بتبقى مثلا الغرف على اليمين والريسبشن لوحده على الشمال مع حمام الضيوف، بيكون فيها خصوصيه حلوه جدا. يلا نبدا نخش بقى نشوف الريسبشن والفيو بتاعنا. بس قبل ما ندخل طبعا في عندنا عداد الكهرباء بره قدام باب الشقه، حضراتكم شفتوه في الفيديو، وهنا كده عندنا عداد الغاز. الشقه يا جماعه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه. نخش كده على الريسبشن. بيجي لنا الريسبشن ده ما شاء الله مساحته كبيره يا جماعه، يشيل معايا ثلاث او اربع قطع كمان ما شاء الله، مساحته كبيره جدا. الشقه ما شاء الله مساحتها 180 متر تحميل قديم. هنا كده بيجي لنا حمام الضيوف. ده كده حمام الضيوف اهو يا جماعه. ده كده الريسبشن اهو. طبعا بس اللي على الارض ده اللي هو التراب، يعني بنعتذر لان طبعا مفيش حد قاعد في الشقه ولذلك البلكونه كانت مفتوحه فدخلت تراب كتير. انما السيراميك لو بنشوف عليه السيراميك حلو ان شاء الله. سيراميك جديد. يلا بقى نروح نشوف الفيو من البلكونه. دي كده البلكونه اهي يا جماعه. طبعا دي بواقي الدهان لان الشقه لسه كانت مدهونه. ما شاء الله المساحه بتاعت البلكونه كبيره، مساحه حلوه. وده كده الشارع اهو اللي احنا جايين منه من تحت. شارع عرضه 30 متر، شارع رئيسي. الفيو قدامك ما شاء الله مفتوح، مفيش حد جنحك، مفيش حد قدامك. ما شاء الله حاجه جميله جدا، فيها خصوصيه حلوه جدا. نبدا نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. كده يا جماعه احنا شفنا الريسبشن وشفنا البلكونه وشفنا الحمام الصغير. ده هنا كده باب الشقه اللي احنا داخلين منه اهو. على فكره يا جماعه في برضه انتر كوم، ده متوصل تحت عند البوابه تحت. ده عداد الغاز اهو. هنا كده قبل ما نطلع درجتين السلم اللي بيودونا على الغرف والحمام الكبير بيجي لنا على الشمال المطبخ. ده كده المطبخ اهو يا جماعه. ان شاء الله برضو مساحته حلوه. بس في عندنا هنا بس الرخامه بس اللي متشاله، دي هتتركب سهله جدا مفيش فيها اي مشكله. هنركب الرخامه مكانها هنا كده. بتيجي معانا هنا كده من اول هنا لغايه العلامه اللي هي دي. تمام؟ وجنبها هنا بتحط بقى البوتاجاز بتاعك جنب الايه؟ جنب الغاز. دي ماسورة الغاز اهي، ودي التهوية طبعا على منبر. ده كده يا جماعة المطبخ. تمام؟
يلا نرجع بقى نشوف الغرف والحمام الكبير. اهو بنطلع درجتين السلم دول كده. نخش هنا على اول غرفة. دي كده اول غرفة يا جماعة. دي مساحتها تقريبا 3 متر 80 في 3 متر 80. ممكن نقول 4 في 4 تقريبا يعني. ده برضو التشطيب بتاعها اهو. بالنسبة للتشطيب طبعا تشطيب سيمبل، مفيش فيه مهرجة ولا جبسن بورد ولا إيلات ولا حاجة، تشطيب سيمبل. حابب أنت تزود بقى جبسن بورد من عندك مفيش مشكلة. هنا كده الغرفة دي بتبص على منور. طبعا منور يا جماعة كبير من بتاع زمان. إن شاء الله مساحة المنور عاملة إزاي. إن شاء الله تهوية حلوة جدا. دي كده يا جماعة إيه؟ الغرفة الأولى. بعد كده هنا على اليمين بتجيلنا الغرفة التانية. دي الغرفة التانية اهي، دي مساحتها أكبر شوية من الغرفة اللي إيه؟ اللي إحنا شفناها دلوقتي. يعني ممكن نقول 4.5 في 3 متر و80 سنتي. ممكن بدل 4.5 يبقى 5 كمان، يعني المساحات اللي أنا بقولها دي يا جماعة تقديرية بنظري أنا، من خبرتي طبعًا في شغل العقار. وبرضه عندنا الشباك ده بيبص برضه على نفس المنور. إن شاء الله يا جماعة المنور كبير جدًا. التهوية بتاعته حلوة برضه جدًا. دي كده الغرفة التانية. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام الكبير. ده كده الحمام الكبير يا جماعة. مساحته حلوة ما شاء الله. برضه الغاز هنا واصل اهو. الغاز واصل معانا، بتركب بس السخان بتاعك. وعندنا هنا بانيو زاوية. معمول كده الكام ديزاين كده بالكام سلمة دول. دي كده يا جماعة. ده كده الحمام. بعد كده نخش على الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة برضو. ما شاء الله مساحتها حلوة برضو. دي 4.5 في 4.5 تقريبا. او 4.5 في 4 متر و20 سم. تقريبا يعني. ده برضو السقف اهو. هنا برضو الغرفة دي بتبص على منور تاني غير المنور اللي احنا شفنا فيه الغرفتين الاولانيين. برضو نفس الشيء، برضو منور كبير. ودي كده تعتبر الشقة بتاعت النهاردة. نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها 180 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف ورسبشن 4 قطع كبار ومطبخ و2 حمام. الشقة مستويين، الريسبشن بمستوى والغرف بمستوى. الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. الشقة عنوانها فيصل شارع كعبيش الرئيسي الطوابق. الشقة مطلوب فيها 750 ألف جنيه. قابل للتفاوض. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.